وللمزيد حول تطورات المشهد الأمني في العراق معنا العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا سيادة العقيد. بداية من الناحية العسكرية، كيف تقرأ ما حدث اليوم في الأنبار والذي وصف بأنه انهيار أمني؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. لا شك أن ما حصل في محافظة الأنبار وهجوم مباغت قام به تنظيم الدولة لضرب مناطق تسيطر عليها القوات الأمنية، ولكن هناك تساؤل كبير جدا يثار في هذه المسألة، لأن التنظيم كيف استطاع الوصول إلى هذه المناطق التي هي تخضع إلى سيطرة القوات الأمنية بشكل كامل، وبالتالي هناك قوات كبيرة جدا من الحشد تنتشر في المنطقة المحاذية لمنطقة الرحالية باتجاه منطقة الرمادي. وصول هذه القوات إلى هذه المناطق يعني أن هناك فشل استخباراتي كبير جدا للقوات الحكومية في عدم قدرتها على معرفة التوقعات القادمة أو ما يمكن أن يقوم به تنظيم الدولة خلال الفترة القادمة. أضف إلى هذا بأن هذه العملية أدت إلى مقتل أعداد كبيرة جدا وضابط بنسبة كبيرة جدا من قوات حماية المنشآت في جامعة الأنبار. فقد تم ضرب الطاش الأولى والطاش الثانية، وتم ضرب منطقة المجهر، وتم ضرب منطقة الجامعة إضافة إلى المجمع. وهذه المناطق جميعها حصلت فيها عمليات وحصلت عملية تصفية كبيرة جدا للقوات الأمنية في هذه المناطق. إذا نحن أمام فشل عسكري وفشل أمني وفشل استخباراتي للقوات الحكومية بعدم قدرتها من السيطرة والمحافظة على الأرض. سيادة العقيد، يعني هجمات في بلد وفي الأنبار، برأيك ما دلالاتها في الوقت الذي تقول الحكومة فيه بأن التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ أنا أعتقد أن هذه هي رسائل متعددة يرسلها تنظيم الدولة إلى الحكومة العراقية وإلى التحالف الدولي، بأن استراتيجية تنظيم الدولة اختلفت عما كانت عليه سابقا. تنظيم الدولة الآن يقوم بعمليات متفرقة في مناطق متعددة، وهذه المناطق حقيقة تؤدي وكلها بالنسبة لحرب العصابات لتنظيم الدولة، لأن ليس بقدرته العسكرية المحافظة على الأهداف التي يسيطر عليها. نعم. من جانب آخر، يعني عمليات الحويجة بحسب مصادر في الحكومة دخلت المرحلة الثانية، ما المتوقع كسيناريو لهذه العملية سيادة العقيد؟ نعم، يبدو أن تنظيم الدولة بدأ ينسحب من كثير من المناطق التي يسيطر عليها، وخاصة ما جرى في أشرقاط وفي عانة وفي مناطق أخرى، تاركا بعض مفارز التعويق. نعم. هذه المفارز أنا أعتقد أن ليس بإمكانها أن تعيد تقدم القوات الحكومية، وبالتالي بإمكان القوات الحكومية أن تحسم هذه المعارك، ولكنها لن تكون قادرة على حسم حرب العصابات في الفترة المقبلة لعدم قدرة القوات الحكومية من الاحتفاظ بالأرض. نعم، العقيد الركن حاتم الفلاحي كان معنا، شكرا جزيلا لك.